والتجليات الربانية. فبدك تحب حبيب في الله، تحبه وتطيع أمره. الحب يا ابني للطاعة، والطاعة يا ابني ما للشير، الطاعة لأمر الله، الطاعة لأمر رسول الله. فالشيخ ما هو إلا داعي مبلغ محيي بإذن الله، يحيي القلوب بذكر الله. هذا يا ابني إذا اتخذته أخا ومحبوبا انتفعت منه. وإذا كان كل يوم بدك محبوب وكل يوم بدك تدور على من تحب، لحتلقى الله وليس لك محب، ليس لك لا محب ولا محبوب. ويمكن للإنسان يا ابني بنفس الوقت أن يكون محبا ومحبوبا بنفس الوقت، محب ومحبوب. نفس البرميل يلي عم تعبي منه مرتبط وين؟ مرتبط بالشركة بالفيجي. كل ما فضيت من تحت عم يتعبى من فوق، عم يعطيك وعم يأخذ. كذلك المحب يعطيك ويستقي من قلب رسول الله، يستقي من حب رسول الله، من حب الله ويسقيك. فممكن أن تكون محبا ومحبوبا. ممكن تحب الشيخ وتعلم الحب فتصير أنت كمان محبوب. فكلما زاد حبك لأهل الكمال زاد حب الخلق لك. أما إذا نقص حبك لأهل الكمال بينقص محبة الناس إليك. الناس ما جالسوك على سواد عيونك، جالسوك لهالنور اللي حملته، فهالنور اللي حملته سعدت الناس إليك. فكتر من نورك، حب لله. الأخ المحبوب لله له صفات، ما كل واحد منحبه، ما كل واحد حكى معك كم كلمة بتعطي قلبك يا ابني. القلب لا يعطى إلا لأهل الكمال، أنه كل عطائهم كمال. أما واحد في أخلاق ناقصة وحبيته بتسري إليك الأخلاق. المعروف عند أولياء الله رضوان الله عليهم أن القلوب تسرق. في واحد بيسرق قلبك، شلون بيسرق القلوب؟ في حرامية بتسرق القلوب. نعم، إذا جالست عاصيا ملت إليه بحبك سرت إليك المعصية من غير أي شيء، ما بشوف إلا صرت تحب المعصية. مرتكب فاحشة بتصير أنت بتحب الفاحشة، لأن الحب يا ابني سريان، يسري الحب من قلب إلى قلب. فإذا كان ملت بالحب أخذت منه أخلاقه، أخذت منه نقائصه. لذلك الحب لا يكون إلا لأهل الكمال. إن أحببت أخذت منه الكمال، أخذت منه الفضائل. ودائما يا إخواني يلي بده يحب، عند الحب الشيخ أول كل بيسلبك، ما بيقولوا سلبوا الشيخ، ما بيقولوا سلبوا. نعم، ويلي ما بينسلب يا ابني ما بيحب. شو بينسلب؟ الناس بيظنوا سلبوا يعني جذبوا، بيصير مجذوب، بيصير ريالته بتشط، ما بقى يفهم. لا لك يا ابني ما هي الصحن الوسخ، سلبنا منه الوسخ وحطينا فيه الحلويات. انسلب ولا ما انسلب؟ فبينحط الحلو اذا ما انسلب النقص منه. وقلبك يا ابني معبى بالغفلة، فالشيخ بيسلب الغفلة بيعبي لك قلبك ذكر الله، بيسلب من قلبك حب الدنيا والهوى والشهوة، بيملأه بحب الله ورسوله، بحب تلاوة القرآن. فإذا السلب سلب منك النقائص وملأ قلبك بالفضائل، هذا السلب. أما يجعلك سويد مجذوب مسلوب،
لا يا ابني، هذا ما موجود في طريق أهل الله. أهل الله على كمال، لأن كثير من الناس على شو بيقولوا، أخي ذكر الله وقام جن. يلي بيعتقد هيك بده يجدد دينه، لأن الله يقول اذكروا الله، فمعناتها كلام الله بجنن. يعني الله بيعطي نقص؟ تعالى الله عن ذلك يا ابني، الذكر بيزيدك كمال وعقل. لكن ليش جن؟ ابني هذا مثاله، هذا طالع على الجبل، على طالع على المهاجرين، وصل للنبعة. تعرفوا النبعة وين؟ بالمهاجرين براس الجبل بسموه النبعة. فطلوع الجبل شلون؟ إهوائي، شاب براس الجبل سيارة